اخر حاجه خالص هي الجزء بتاع السيفتنج بروبرتي. لو انا عندي امبلس فانكشن، الامبلس فانكشن ده بتعمل حاجه لطيفه جدا. لو انا ضربت امبلس فانكشن في فانكشن عاديه اف اوف تي، يعني زي ما احنا شايفين هنا كده، لو انا ضربتهم كده خلاص من غير الانتجريشن لبره خالص، ده السيجنال بتاعتي هتبقى اللي هي اف اوف تي دي هتبقى صفر افري وير ما عدا عند تي بتساوي كام؟ بتساوي تاو، عند الدلتا اوف زيرو بس. اذروايز مش هيبقى لها اي قيمه خالص. لو انا ضربت دي سيجنال اف اوف تي دي في امبلس هنا كده، الواضح ان كل الدنيا هنا صفر وكل الدنيا هنا صفر. يعني معنى كده انا متاكد 100% ان السيجنال الاوتبوت هتبقى كل الارقام دي كلها اصفار وكل الارقام اللي هنا اصفار. طب عند بقى قيمه تي نود دي هتساوي كام؟ احنا ما نقدرش نحدد، مش عارفين احنا قيمه الايه؟ قيمه التي نود دي مش عارفينها، او قيمه اللي عند تي نود او عند التاو دي مش عارفينها بتساوي كام. اوكي، فلو احنا خدنا الانتجريشن بقى، لا ده نقدر نعرف، لان هنا بيبقى عندي بقى اللي هي الامبلس دي مضروبه بقى في ايه، او ويتد باف اوف تي نوت. لو هي دي تي نوت يبقى هي هتبقى ويتد باف اوف تي نوت. يعني معنى كده الجزء اللي هنا ده هيبقى عباره عن اف اوف تي نوت تايمز دلتا اوف تي ماينس تاو. لو انا خدت الانتجريشن ده اللي هو بواحد، يعني الانتجريشن بتاع الدلتا ده بواحد، هيفضل لي في الاخر الايه، اف اوف تي نوت، او هنا اف اوف تاو. اوكي، فدي بنسميها ستيفتنج بروبرتي اوف ذا امبلس فانكشن، اللي فيها ان انا ممكن ان انا لو عملت الانتجريشن ده بقدر اخلي الدلتا اوف تي تعمل لي سامبلنج للفانكشن بتاعتي دي عند النقطه اللي فيها الدلتا بتساوي صفر. اوكي، الكاركترستيك دي مهمه قوي قوي قوي، لان احنا بعد كده هنستغلها في بعض الديريفيشنز اللي احنا هنستعملها في السيجنالز اند سيستمز.